بهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار سعادة السفير أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية. أرحب بك سعادة السفير في نشرة أخبار الثالثة. يعني أبدأ معك بالعلاقات السياسية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة. نعم، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة الكريمة، ولا يسعني هنا لأن أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وإلى كافة الشعب المغربي الشقيق بمناسبة عيد العرش المجيد. ولعلها هذه فرصة ثمينة أن نستعرض ونستذكر فيها متانة وقوة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكتين الشقيقتين. هذه العلاقات التي تستمد قوتها ومتانتها من توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة. اليوم نجد هذه العلاقات تتشح بوشاح من محطات وإضاءات وأرقام هي حقيقة مدعاة إلى الفخر. اليوم نحن أمام أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي تم التوقيع عليهم بين البلدين الشقيقين. أيضا نجد أن هناك زخم كبير من الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، وأيضا شهدنا خلال العام الماضي انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة البحرينية المغربية، والتي نتطلع إلى عقد الدورة السادسة منها قريبا في العاصمة الرباط. حقيقة يعني هذه العلاقات هي نموذج في العلاقات العربية العربية، وأيضا في إطار رئاسة مملكة البحرين إلى القمة العربية في دورتها العادية 33، لعلي أنتهز المناسبة هنا لأشيد بدور الدبلوماسية المغربية في تعزيز العمل العربي المشترك. وهذا أمر ليس بمستغرب على الدبلوماسية المغربية التي نجدها حاضرة بقوة دائما في إطارها الإقليمي، سواء في جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي، وكذلك أيضا في التكتلات الدولية والمنظمات الدولية كمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة وغيرها. هذه الدبلوماسية المغربية لطالما كانت مثار للإعجاب والانبهار والاحترام أيضا، فنحن نتكامل مع هذه الدبلوماسية المغربية في عملنا، ونسعى إلى أقصى درجات التعاون والتنسيق في كافة المجالات. اليوم نحن أمام أيضا حصيلة كبيرة مما تم إنجازه في مجالات متنوعة، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وغيرها، وعلى إثر ذلك ننطلق إن شاء الله إلى مستقبل أفضل في العلاقات. نعم، بين هذا سؤالي الثاني لك سعادة السفير. بناء على هذه المعطيات وهذا التاريخ الطويل للعلاقات البحرينية المغربية، كيف تنظر إلى مستقبل هذه العلاقات؟ نعم، نحن نستشرف مستقبل هذه العلاقات المتميزة بين المملكتين الشقيقتين، وبمسارات أوسع وآفاق أرحب يحدون الأمل في ميزان تبادل تجاري أكثر ثقلا، وفي علاقات ومشاورات سياسية أشد صلابة وأكثر عمقا، وأيضا إلى جسور ثقافية أكثر تواصلا وقربا بين الشعبين الشقيقين. نعم، سعادة السفير أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية وزارة الخارجية، كل الشكر لك على هذه المداخلة. شكرا لكم.